يعني تسلا من الأسهم الأضعف في قطاع التكنولوجيا للسنة الماضية، أعتقد أكثر من 65% تراجعات السهم، ليس فقط للسنتمنت تجاه القطاع التكنولوجي ولكن لأمور تتعلق بإيلون ماسك وتسلا بشكل دايركت أكثر أو بشكل مباشر أكثر. يعني هو إذا نظرنا إلى الناسداك، تراجعات كانت بحوالي 34%، تسلا كما أشرتي حوالي 65% من التراجعات، وإذا نظرنا إلى تسلا من الذروة وصلت التراجعات إلى حوالي 75% من البيك. فمن ناحية طبعا ارتفاع معدلات الفائدة، ذهاب إيلون ماسك إلى تويتر وتفرغ الكثير من الوقت لتويتر، من ناحية أخرى أيضا بيع أعداد كبيرة من الأسهم لإيلون ماسك، وأخيرا أرقام التسليمات التي صدرت يوم أمس، يعني في يوم واحد 12%. إنما اليوم يعني هنالك من يحاول أيضا اغتنام هذه الفرص، كاثي صحيح. وودز ترى بأن فرصة ذهبية لعودة شراء السهم عند السعر الحالي. يعني المخيف بالنسبة لتسلا أعتقد بأنه الموضوع بالنسبة للاقتصاد العالمي والاقتصاد الصيني، بأنه اليوم المستهلك يعني يركز بشكل أكبر على السلع أساسية وليس الكمالية. دعونا نعود هذه المرة لأسواق النفط. فيوليتا تودروفا محللة أولى للأسواق في ليفرج شيرز، أهلا وسهلا بك معنا فيوليتا. بالنسبة لأسعار النفط فيوليتا، 4% خسرناها أمس، اليوم نتحدث تقريبا عن 3% إلى الآن، أين سيكون القاع قبل أن نسعر المخاطر الاقتصادية لهذا العام؟ مرحبا، هذا سؤال بمكانه. نعم، أنا أعتقد بأنه لدينا اتجاه النزول على المدى القصير لأسعار النفط، لأن الإشارات كلها تبين بأن الصين لديها تباطؤ في اقتصادها مع عدد إصابات كوفيد-19 التي تزداد أكثر فأكثر. أعتقد أنه انطلاقا من المستويات الحالية عند 75 دولارا لبرميل دبليو تي آي، فنحن نرجح بأننا سوف نشهد القاع عند حوالي 60 إلى 65 دولار أمريكي قبل أن نشهد تعافيا في النصف الثاني من 2023. أظن بأننا أيضا سوف نشهد سنة متقلبة جدا في أسعار النفط، والسبب ليس فقط النقص في المعروض أو في الطلب، عفوا ليس في المعروض بل في الطلب، فنحن مع الدخول في سنة جديدة الجميع يتكلم عن هذا الركود المتوقع وهذا الركود الذي الجميع يتحدث عنه، هو لم يحصل بعد، ولكن أنا أعتقد أنه في النصف الأول والنصف الثاني من 2023 على الأقل نصف دول العالم ستكون في حالة ركود، والطلب على النفط سيكون أقل من الوضع الحالي، لذلك 62 دولار أو 65 دولار هو القاع الذي سينخفض إليه النفط في النصف الثاني، وفي النصف الثاني من 2023 سوف نشهد تعافيا بعد هذه التقلبات. النفط هو من السلع التي أسعارها تتقلب، ولذلك قد نشهد ارتفاعات حادة وتأرجح في الانخفاض والارتفاع. ولكن فيوليتا، هل تعتقدي بأن أوبك ستسمح لوصول أسعار برنت إلى 60 دولار؟ على الأرجح أن برنت لن يصل إلى 60 دولارا، ولكن أعتقد بأن أسعار النفط هذا العام سيقودها الطلب العالمي بدلا من المعروض العالمي. المعروض كما نعلم كان قريبا جدا من الطلب خلال 2022، ولكن ما إن وصل برنت إلى 139 دولارا في مارس من عام 2022، نحن شهدنا انخفاضا تدريجيا لمدة 9 أشهر تقريبا، وعندما ننظر إلى الجداول نرى بأنه لمدة 9 أشهر كان هناك اتجاه نزولي، ويزال هذا هو الاتجاه، وبعض المؤشرات الواضحة تبين لنا أيضا كيف أن هذا الاتجاه سيبقى وأسعار النفط ستبقى ضعيفة، والمزيد
المزيد من الانخفاض. لذلك أعتقد أيضا بأن الأسواق مليئة بالمخاطر، ليس فقط على مستوى المعروض بل الطلب أيضا. لذلك سنشهد انخفاضا في الأسعار قبل أن تعود وتتعافى. ولا ينبغي أن ننسى أنه أحيانا أن الطلب في أغلبية الأحيان يتأثر. ففي كوفيد، خلال جائحة كوفيد 19 في عام 2020 تأثر الطلب. ولكن أعتقد بأن القاع للنفط سوف يكون أقل مما وصلنا إليه في 2020. عندما تتحدثين بأنه تركيزك وبشكل أكبر على الطلب، العام الماضي الطلب الهندي ارتفع بأكثر من 400 ألف برميل يوميا، يعني 20% من الطلب العالمي وارتفاع الطلب العالمي العام الماضي. ألا تراهنين على الهند؟ نعم، يمكننا أن نلاحظ ما قد حصل في ديسمبر من العام الماضي. ثلاث دول على وجه الأخص كانت تقوم بشراء النفط الروسي، الصين، تركيا والهند. وعلى الأرجح أيضا سوف نرى إعادة توجه للنفط الروسي إلى هذه الدول. الصين بدورها قامت بزيادة صادراتها وبالتالي استيرادها للنفط، مما يعني بأن الطلب من الصين، ونحن نعلم بأن الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام، هذه إشارة إلى أن الطلب يتباطأ. ولذلك بالحديث عن الصين، الصين التي الآن تعاني من ارتفاع في عدد الإصابات، فالطلب فيها سوف ينخفض على النفط، ولذلك سيستغرق 3 إلى 4 أشهر قبل أن تعود الأمور إلى التحسن. أنا لا أعتقد أن الطلب فقط من الهند بإمكانه فعلا أن يزيد من الطلب العالمي على النفط ويعوض هذا الطلب. وأيضا كريستالينا جيرجيفا مديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كانت تتوقع أن ثلث أكبر اقتصادات العالم أن تكون في حالة ركود في 2023. وإذا ما هذا حصل على وجه الأخص في أوروبا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذا دون أدنى شك سوف يؤثر على الطلب ويكون الطلب ضعيفا جدا. الأسواق الناشئة قد تستمر بشراء النفط، ولكن عندما يخف الطلب على النفط من قبل المصانع الكبرى في الاقتصادات الكبرى سوف نلتمس تأثيره بشكل عام. أعتقد بأن هذا العام سيكون مليئا التذبذبات لأسعار النفط، وأيضا سيكون لدينا ضعف في أسعار النفط في الأشهر القادمة. فيوليتا تودروفا، محللة أولى للأسواق في ليفريت شيرز، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا إلى فاصل قصير ونعود مع أسواق العملات.